تكون عن جريمة بشعة راح ضحيتها باكستاني في السعودية. الكلمة اللي قالها صاحب السمو الملكي رحمة الله عليه نايف بن عبد العزيز: إذا أهله متخلين عن دمه الشرع ما يتخلى عنه. القصة حدثت في السعودية وبالتحديد في عام 2006 بين رانيا والدواسر. طبعا الطريق كان مهمل وكان أكثر مرتدي ذلك الشارع من أصحاب المزارع لتلك المناطق. وفي أحد الأيام وعند الساعة الرابعة فجرا ورد بلاغ إلى رجال الأمن سيارة من نوع دينا متوقفة في منتصف ذلك الطريق وصاحبها مرمي تحتها ومفجور رأسه. كان هناك سيناريو لصاحب تلك الدينا، كان محمل خضار وعلاف من الوادي قام ببيعها في رانيا والقرى القريبة منها. إنه لما رجع باتجاه وادي الدواسر كان معها فلوس من بيع الأعلاف الخضار، تقدر طبعا الأموال ما بين 15 إلى 20 ألف. هنا قام الضابط بسؤال الجناح: طيب أنتم أخذيتوا الفلوس منه ليه؟ طلقة بالفخذ أو طلقتين بالرأس والمصاب سكران. بعدها قام يتحلطم وما عرف وش يرد. قال: إيه أنا أطلقت عليه أول شيء بفخذه علشان نسيطر عليه وأخذنا منه الفلوس. لما مشينا قال ولد عمي: حرام يعني نخليه مكسور فيه الظلام، خلونا نرجع ونريحه من عذابه. خلص عليه وفعلا رجعنا له، وأول ما وقفنا عنده قام ولد عمي ونزل وأطلق عليه طلقتين برأسه. وقالوا إنه أثناء ما كان راجع الباكستاني كان معها فلوس المحصول، أشرنا له وقلنا له إن الكفر عندك مبنشر. صدق المسكين ونزل، وأول ما نزل عشان يشوف الكفرات تم إطلاق النار عليه بفخذه وطاح في الأرض. كانت الفلوس في السيارة وخذناها، وإننا رجعنا له بعد ما مشينا وأطلقنا عليه النار من جديد على رأسه فقتلناه. بعد ذلك تم إحالتهم إلى المحكمة، تم الحكم عليهم جميعهم بالقصاص. لكن هالجريمة موقفت على هذا الحد، قام والد المصاب الأول بالاعتقاد إنه ما راح يفك رقابه من السيف إلا التنازل من أسرة الباكستاني القتيل رحمة الله عليه في باكستان. وبعد سعي لمدة أشهر تمكن من الوصول إلى أهله عن طريق شخصيات معروفة في باكستان، بالتحديد في لاهور. حجزوا الطيران وسافر لهم، بعدها راح كلمهم وخذوه وراحوا عند الشيوخ وقبائل معروفين هناك في باكستان مع وسطاء أهل القرية اللي كانوا يعيشون فيها أسرة القتيل. إن القتيل كان متزوج وكان عنده عيال وكان العائل الوحيد لأسرته، وكان يصرف على بيته وأخوانه ووالدته، وكانوا بأشد الحزن عليه. المهم طاحوا عليهم وقعدوا يترجونهم يطلبونهم علشان يتنازلون عن القصاص وأنه راح يدفع لهم الدية. بالفعل تم تحديد الدية بكم مليون ريال سعودي. قدر أنه ياخذ المعنيين بالدم ويسافر بهم معه إلى السعودية علشان التنازل، وبالفعل وصلوا وتم التنازل والتوقيع عليه. وكانت أعمار المجرمين اثنان بعمر 21 والثالث بعمر 23 سنة. بعد التنازل والتوقيع من قبل الأطراف المعنية تم رفع المعاملة إلى وزارة الداخلية. وصلت المعاملة إلى الأمير نايف رحمة الله عليه بعد ما اطلع عليها بكامل تفاصيلها وطريقة قتلهم له، انه العائل الوحيد لأسرته في باكستان والدته واخواته وانهم رايحين جايبين تنازل منهم، رفض رحمة الله عليه وقال: اذا اهله متخلين عن دمه الشرع ما يتخلى عنه. قتل هذا قتل قيلة، انسان بريء ومسالم ويتم خداعه بالطريق وبعدها قتله وسلبه امواله. ويسأل رحمة الله عليه عن موعد القصاص، قالوا أنها يتبقى يعني وقت طويل. كانت القضية من القبض عليهم لها 7 أشهر، فقال رحمة الله عليه: لا لا، القصاص يتنفذ خلال 3 أيام كحد أقصى، أن يكون حكمهم القصاص تعزيرا، وأنهم شكلين عصابة ويقومون بترويع الأمينين وسلب أموالهم تحت تهديد السلاح. وكانت آخر عملية سطو لهم ذلك الباكستاني وأنهم من المفسدين في الأرض. تم تنفيذ القصاص بهم ثاني يوم بتاريخ 26/4/2007 ميلادي يوم الخميس. مهما كان اللي تسويه، مهما كان اللي تفعله، ما يجوز انك تسلب الناس حقها، وما يجوز انك تروع اخوك المسلم وتعتدي عليه. هذا انسان جاي الى البلد هذا علشان ايش؟ يطلب الرزق. وفي منهم اللي يعيل اسره، وفي منهم اللي يعيل زوجه ويعيل ابناء وام واب. كثير من الناس اللي ممكن تعاني في الغربه من اجل لقمه العيش. نحط احترام وتقدير للناس اللي جاية تشتغل وتاخذ الرزق الحلال وتشتغل بعرق جبينها. للأسف ان في ناس الى الان الشيطان يلعب بعقلها وتودي نفسها الى التهلكة، لكن في النهاية لازم تعرف انك راح تاخذ جزاك. وبس، هذه كانت كل قصتنا. لا تنسون الاشتراك ولا تنسون اللايك.